السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم الاخوات جيت نتشارك معكم الدرشيمه ديال التخراب كامله مخربه بدون كاويه. غنخدموها غير ب... ب... بلا هي بمقص بلا كاويه، غنقطعو وغنخدمو كامله مخربه البنات كما كتلاحظوا. غادي نخدموها بالبرونز مع هاد اللوين هذا. انا غنخيطها بلون التوب، ولكن بغيت ندير ليها البرونز في الخدمه ديال الطرز. ونبداو على بركه الله. دائما كنديروا بحال هكا البنات. شوفوا انا الرشمه درت ليها غير كندير غير الاطار بحال هكا كما كتلاحظوا. درت الاطار يعني اللي غادي باش نقدر نقطع بالمقص. خدمت غير واحد شويه هاد القطيب بحال هكا خدمته، وغادي نحاول نقطع غير بشويه ونبقى كنخدم. غنقطع الثوب غير شويه بشويه باش ما ترش ليا المرمه، حيت الا قطعنا البنات الثوب كامل بحال لي المرمه غادي تترش، يعني غيبقى غادي تولي لينا الرشمه مفزره يعني مطيشره، يعني ما غاديش نقدروا ديك الساعه نلموها ولا نجمعوا ديك المسافه، حيت المسافه كبيره. لهذا غنحاولوا نخدمو شويه بشويه، كل بلاصه خدمناها غادي نحاولوا نقطعوا عاوتاني البلاصه اللي حداها ونخدموها. تبعوني غير تبعوا المراحل وغادي تفهموا الطريقه ديال هذه الخدمه هذه، حيت المرمه راه ملي كتقطعوا بزاف ديال الثوب المرمه فحال اللي كما قالت واحد الاخت كتهرب ليها الرشمه، كتولي هربانه. لهذا كنخدمو غير هكا، غنقطعو حتى الثوب غير طريف بطريف كما كتلاحظوا. هانتوما كتشوفوا انني ماشيه غير طريف بطريف، قطعت غير شويه الثوب المسافه اللي غنخدم انا وغنبدا نخدم فيها بحال هكا. انا هاد الرشمه هادي بغيتها كامله تجي مخربه، حيت غير الكميمات ما كاينش الصدر ولا اللي غادي تجي يعني مخربه مضروره ولا شي حاجه. كامله مخربه، غير داك الوريضات اللي عندنا في الوسط هما اللي غنخليو فيهم الثوب، هما فيهم غنشدوا الخدمه ديالنا ان شاء الله باذن الله. البنات انا راني خدامه بالموتور غير صامت، غير كنخدم غير بشويه كما كتلاحظوا. ما كيتقطعش الثقل ديال البنات، واخا تخدموه بالموتور غير صامت. ماشي ضروري الاخوات اللي عندها الموتور تبدلو بالموتور الصامت، كل واحد والظروف ديالو، ماشي ضروري. حاولي يعني تحكمي في التوازن ديال الاكسيراتور وغتخدميه بطريقه جميله، يعني غير شويه ديال التركيز. تبعوني حتى الاخر وغتستافدوا ان شاء الله من هاد الرشيمه. انا بغيت نجربها معكم هاد الرشيمه، عجبتني جاتني الفكره وعجبتني انني ندير رشيمه بحال هكا كامله مخربه مغايره على داكشي اللي كنديرو دائما غير تقيبات صغارين، ولا قلنا علاش لي ما نخدموش بهاد الطريقه هذه. الرشمه كامله مخربه كما كتلاحظوا، انا ماشيه ايطاغ باغ ايطاغ شويه بشويه. هانتوما كما كتلاحظوا فين ما كنحس بانني هذا كنبدا نخدم باش ما تهربش ليا. وواحد الحاجه البنات، انا راه عندي الثوب هذا كيتجبد، ورغم ذلك خدمتو عرفتوا شحال كيتجبد هاد الثوب. راني المرمه راه خفاها باش ما يكونش عندكم واحد التخوف فاش من ثوب غادي تخدموها. هاد الثوب هذا راه كيتجبد البنات بزاف، ورغم ذلك مرمه راني ما مجبدهاش بزاف. وهاد الطريقه هادي راه ما كتحتاجش المرمه تكون مجبده بزاف، كتحتاج غير شويه ديال الصبر. تبعوني حتى الاخر البنات وغتشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الرشيمه ديالنا
اللي كتجي تحفة تحفة. كيجيو هاد الكميمات من اروع ما يكون. شي حاجة مغايرة على داكشي اللي كنخدموه دائما. هادي الرشمة ديالي البنات، كيعجبني نشارك معاكم كل حاجة خاصة بيا، شي حاجة ديالي يعني. انا خرجتها جاتني فكرة انني ندير كمام، ممكن حتى نتوما الاخوات انكم يعني تحطوا رشمة تنزلوها تبغيو تطبقوها، ما تكونش عند اي واحد. فكرة سهلة، كتحط فيزلين يعني كتحط القياس ديال الكمام اللي بغيتي وكتبدا كترشم، كدير يعني الشكل اللي انتي تخيلتيه في البال ديالك، كتنزلو وكتحاول تجرب الفكرة وكتصدق. البنات تبعوني حتى الاخر، غادي تستافدو وغادي تعجبكم هاد الرشمة بزاف بزاف.
كتلاحظوا بعد ما كنساليو عندنا ديك كنحاولوا نجمعوا ديك هذيك القطيب اللي خدمناه في الاول، درناه غير كاطار باش نخدموا عليه، باش فين نشدوا الخدمه اللي غنشدوا فيها كيبقى بحال شكل ممدكوكش، ولكن من بعد كنرجعوا كندكنوا الخدمه مزيان مزيان. خص هذيك القطيبه البنات يكون مشبر مزيان في ديك القطبان اللي حنا خدمناهم، يعني تكون خدمه مدكوكه ومتقونه، ويكون السق اللي عامر في ديك القطيب هذاك اللي كتشوفوا قبالتكم. كنحاول انني كنشارجي فيه مزيان. دابا غادي نديروا الزطيمات، هاد الزطيمات اللي عندنا هنا غنعاودوا نديرهم في هذاك القطيب ونرجعوا نخدموا نخدم معاكم هاد ان شاء الله. غادي نخدم معاكم حتى هاد الجنب ديال هاد الموتيف اللي عندنا. كما كتلاحظوا هاد الشجيره اللي انا عندي في وسط الخدمه غادي نحاول انني نخدم ليها تقيب في الوسط، غنخدم ليها غير الوسط اللي بالتقيبه البنات، ولكن الجوانب انا فضلت انني نخليهم هكاك، غنخدمهم غير بالعزيفه، نخليهم غير بالعزفه لا غير، غير هذاك الوسط كما كتلاحظوا اللي غادي نخدمه بالتقيب. تبعوني حتى الاخر غادي تستافدوا البنات. كنبقاو كنخدمو بهاد العزفه، وفي نفس الوقت هذيك الشجيره اللي عندنا كنعمرو ديك هذيك الاطار اللي خدمنا في الاول راه كان مرخوف. كنديرو بعدا الزطيمات هنايا في الوسط، في هذا الوسط ديال هاد الشجيره اللي عندنا. بنات كانت هذه هي النتيجه الاخيره ديال الرشيمه ديالنا. كما كتلاحظوا جات مخربه، جات غزاله، هاد برونز مع هاد الكولور جا غزال. ما تخوفوش من هاد الرشيمه حيت في الكميمات فقط، يعني واخا تجي مخربه هكا كامله جات من اروع اروع ما يكون. وانا دائما كنقول لكم البنات المباشر احلى 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 بكثير. شوفوا كيفاش جات الخدمه فيها متقونه ومدقوقه، جات غزاله. البنات اللي شافت لا فيديو عجبتها ما تنساليش لايك الفيديو، واللي باقا ما اشتركاتش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد. انا دائما معكم بالجديد، كل حاجه كنحس بانكم تستفدوا منها كنزلها لكم. ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو، وسمحوا لي بزاف طولت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.